مجبور. الهيبة الرد أكيد رح يكون موجود وينعرض. أول تصريح لديما قندلف بعد خروج الهيبة. تقريبا 75% من الدور. بس ليش كل هيدا سيدي؟ اللي بيعتب على حدودنا هي حد. كان قرار الشركة ويحترم أنه نوقف العمل إلى حين نتعافى كلنا من هذا الظرف. هذا هو تعليق بطلة الهيبة الرد بالجزء الرابع ديما قندلفت على خروج المسلسل من المنافسة الرمضانية بسبب أزمة كورونا اللي أدت إلى توقف التصوير. وعلي وعلى أعدائي. وبتصريح للمنتج صادق الصباح أكد أنه سبب عدم قدرتهم على استكمال التصوير هو تأخر حصولهم على تصاريح خاصة بالأسلحة المستخدمة في المسلسل، بالإضافة إلى أنه أغلب المشاهد المتبقية إلهم خارجية. شغلنا مثل ومثل هالرمانة. أما السبب الثالث والأهم فهو تواجد كل من ديما ومنى واصف في سوريا وعدم مقدرتهم على دخول بيروت بسبب إغلاق الحدود البرية بين البلدين. العيون عليكم هالقد وخاصة جبل. أنا صورت تقريباً 75% من الدور. رانيا شخصية جميلة جداً، أنا بالنسبة لي كشخصية هي جميلة مركبة، رح تفاجئ بتصور الكثير من المشاهدين بأحداث اللي بتمر فيها وبأوجهها المتعددة. وديما بتلعب بهالجزء دور رانيا بنت خال الجبل اللي قام بقتله على يد الشايب بعد ما نعرف بأنه تعاون مع ثروت عليه. هيبة الرد بنوعدكم انه رح يكون جزء رابع بمستوى توقعاتكم وان شاء الله بيكون لسه احلى. وهذا ايضا اللي كان عم بيحضر له تيم حسن قبل ما يعلن باسلوب جبل بانه في قيلولة خارج رمضان وبانه رح يعلم الجمهور بموعد عرض المسلسل. لا تلوموني. وموعد العرض هالشيء اللي حاولنا انه نعرفه من ديما قندلفت. بدي اقول لكم نحن لقائنا رح يتعذر علينا برمضان، بس نوعدكم انه باشهر قريبه ان شاء الله، ما بعرف امتى بتختار الشركه، وان شاء الله بكون نستكمل التصوير على خير وكل شيء يكون تمام. الهيبة الرد اكيد رح يكون موجود وينعرض، وغير هيك ان شاء الله تبقوا جميعا بالف خير. بس ليش كل هيدا سيدي؟